السلام عليكم، معكم لطيفة من قناة شوية أم لينات. من يا ربي لقاكم هذا الفيديو وانتم في أحسن الأحوال بصحة جيدة يا ربي. نقول لكم صباح الخير بتوقيتي لأنه دابا الصباح، وغادي نشارك معكم الفطور وجبات ديال يوم كامل من الصيام المتقطع. نتمنى أن الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ما تنسونيش بتشجيعاتكم تعليقكم زوينة كيف ديما. بالنسبة لهذا النهار غادي نبدأه بالفطور كيف ما شفتوا، الحليب والقهوة. بالنسبة للحليب درت كمية قليلة والقهوة كمية كثيرة هكا، حيت ما فيش كالوري بزاف. وانا انا خديت الحليب ديال اللوز، الحليب ديال اللوز ما فيش سعرات حرارية كثيرة بحال الحليب ديال البقر ولا ديال الماعز. بالنسبة للحليب انا سخنته في الميكرووند وزدت عليه هنايا كيف ما شفتوا قهوة كمية كثيرة. هاد الكاس راه كبير بزاف، الناس كيبان لكم صغير ولكن كبير، عمرته هكا باش نشبع لانه فعلا هاد النهار كيبرد بزاف. والحاجة اللي غادي تسخن ليا المصارن هي قهوة وحليب. المهم تشهيتها مع زوج طريفات صغار ديال الخبز، دهنتهم بجبن او بفرماج. هاد المرة بدلت، ما خديتش ريكوتا كيف ما وريت لكم في الصور، خديت جبن اخر ما فيش نسبة دهون حتى هو كتيرة وبنين. وهكا كنبدل باش ما نبقاوش دائما في نفس الحاجة حتى كنملوها. بالنسبة للقهوة والحليب انا ما درتش معها السكر، تقدروا اما ديروا السكر الفوسيوكر ستيفيا او لا تحليوه بشويه ديال العسل. كان هذا هو فطوري بالنسبه لهذا النهار. ندوزو للغدا، غادي نوجد معكم غدا متكامل حتى هو صحي وغادي تشوفوا معايا غادي يعجبكم. هنا درت الماء كيغلي وزدت الملحه. غادي ندير المكرونيه بالقمح الكامل، غادي ندير الكميه اللي غادي تقدمها هنايا. المهم كل وحده وغادي تعرف الكميه اللي كتقدها هي وعائلتها. انا هنا ملي كنطيب راه كنطيب ليا ولوليداتي، يعني قليل فين كنطيب ليا بوحدي الا كانوا هما في المدرسه وغادي ياكلوا في المدرسه. اما ملي كيكونوا معايا في الدار راه كنطيب ليا وليهم وكناخذ معهم يعني نفس الوجبه. بالنسبه للمكرونيه غادي تسولوني شحال عندكم الحق تاخذوا، غادي نقول لكم هادشي منين غادي تطيب من بعد. بالنسبه للخضر المرافقه درت البروكولي هنايا، غادي تسلق حتى هو مع الماء والملحه وغادي ندوز باش نصايب الخضر الاخرى معكم. هنا في مقلة درت جوج معالق كبار ديال زيت زيتون مع هاد الدريز الثومة. جوج معالق كبار بالنسبة لربعة الأشخاص راه شي حاجة يعني قليلة. من بعد ما قطعت الفلافل الألوان القشرة ديالهم بعد ما غسلتهم درتهم كيتقلاو، غادي نخليهم غير واحد شوية يتقلاو. من بعد غادي نزيد عليهم بصلة صغيرة حمراء، ديروا أي نوع ديال البصلة عندكم. هنا كيف ما شفتوا في قبل قطعت الدجاج شرائح ديال ابيض الدجاج وقطعت واحد المطيشه صغيره غادي نزيدها معاهم. وغادي ندير حتى المطيشه الصغيره مطيشه طوماط سوغيز حتى هي كتجي بنينه مع هذه الوجبه. دابا غادي ندير معاهم غير شويه ديال الملحه وغادي نغطي عليهم نخليهم يطيحوا شويه وغادي نزيد المكونات اللي بقات.
من بعد زدت شويه ديال البزار فقط، يعني غادي ندير غير الملح والبزار، ما غادي ندير حتى شي توابل اخرى. غادي نزيد داك البروكولي اللي تسلق ما سلقتوش بزاف، غير واحد شويه، واحد 5 دقائق صافي، وخليته هكاك يعني شويه خضر. غادي نغطي عليه وغادي نخليهم يطيبوا لمده ديال ربع ساعه. هنا تسنيت حتى داز ديك ربع ساعه، طابت الخضره مزيان وداك الدجاج، وزدت عليها مقارونيه من بعد ما استقطرات صافي. وكان الطبق ديالي هو هذا، يعني ساهل وسريع، ما كياخدش الوقت، وغني بالفيتامينات، غني بالالياف، غني بزاف ديال الحوايج صراحه. زوين بزاف، طبق متكامل. بالنسبة للمقارونية عندكم الحق تاخدوا 5 المعالق كبار ديال المقارونية تكون طيبة، يعني ماشي قبل ما تطيبوها تعبروها، ولكن من بعد ما تطيبوها كتحيدوا 5 المعالق كبار. وأكيد غادي تزيدوا بزاف ديال الخضار معها. بالنسبة للخضار تقدروا تزيدوا أي نوع خضار. هاد الطبق كيتواتى مع هاد البروكولي، مع الفلافل، مع حتى الشامبينيون كيجي معهم زوين. وهكا عندنا طبق مشبع متكامل بالنسبة للوجبة ديال الغداء، هي هذه. بالنسبه للوجبه الاخيره ولا الوجبه ديال العشاء، انا خديت هنايا واحد التشينا ولا برتقاله ولا ليمونه، كل واحد شنو كيسميها، حنا كنقولوها التشينا. والاخوات الجزائريات بزاف اللي غادي يقولوا لي في التعليق حتى حنا كنسميوها التشينا، قولوا لي في التعليق كيفاش كتسميوها، حنا كنقولوا لها التشين. المهم خديت واحد التشينا كبيره، قطعتها دوائر ودرت فوق منها القرفه، انا كتحمقني بالقرفه. صافي، كان هذا هو العشاء مع ياغورت. كما كتشوفوا هنا ياغورت، انا خديت ديال الكوكو اللي كنت وريتكم في الفيديو السابق ديال التقضيه. بالنسبه لهذا كيف ما كتشوفوا 100 غرام فيه 55 كيلو كالوري، يعني هذا فيه 125 غرام، يعني هنايا ما عندناش شي نسبه ديال الكالوري كثيره مع هاد الليمونه هذه ولا التشينا. كان هذه هي الوجبه الاخيره. بطبيعه الحال بالنسبه للسناكات، انا دائما يعني في الشتاء كناخذ بزاف تاع لي تيزان، بزاف ديال القهوه مسوسه والماء، كثروا من الماء البنات، يعني واخا الشتاء اولا واخا البرد شربوا الماء، حاولوا انكم تنسموه بشي حاجه اللي كتعجبكم، وشربوا الماء على الاقل يترو نص في النهار. والمشي بطبيعه الحال نص ساعه ديال المشي راهي كافيه باش اننا نعاونوا الجسم ديالنا على الحرق. شاركت معكم نهاري ديال الصيام متقطع، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، انكم خديتوا فكره. ما تبخلوش عليا بلايك، تعليق زوين وبارتاج باش هكا تشجعوني ان شاء الله، ويكون المزيد من الوصفات والوجبات اولا يوم كامل بحال هكا من الصيام المتقطع. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو فريوسكم، تهلاو صحتكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بسلامه.